قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الحكومية رفع أسعار المحروقات لشهر حزيران المقبل بنسب تراوحت بين 4.8 إلى 5.7%، وذلك اعتبارا من الساعة 12 من بعد منتصف هذه الليلة. وتم بموجب التسعيرة الجديدة تثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلية بواقع 8 دنانير للاسطوانة الواحدة. تفاصيل أوفى حول الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية تأتيكم في سياق نشرتنا الاقتصادية.